قصتنا الثانية هي العراق، وهذا كان هو المشهد في بغداد. تزداد الحركة الاحتجاجية وعنف مقابل على يد قوات الأمن والميليشيات، تطور بانضمام رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لآلاف المناهضين للحكومة في النجف، وذلك بعد ليلة دامية في الجارة كربلاء تضاربت فيها الأنباء حول عدد القتلى والجرحى. محافظ المدينة ادعى أن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي كان مفبركا. لم تتمكن قنابل الغاز على شدتها من كسر تصميم المتظاهرين العراقيين على اختراق أسوار المنطقة الخضراء الحصينة، ومثلما نجحوا في تحدي حظر التجول قبل ساعات، أكدت وسائل الإعلام المحلية بأنهم نجحوا مجدداً في اجتياز سيطرات أمنية على مداخل المنطقة. نبأ يعكس واقع تظاهرات تشتد وطأتها وتأثيرها في الشارع وداخل الأروقة السياسية على حد سواء. فقد رفضت احتجاجات الطلبة الحركة الاحتجاجية بدفق من الدماء الجديدة، فبدا حضورهم طاغياً في أكثر من محافظة جنوبية، فيما كانت رقعة التظاهرات تصل إلى الموصل التي خرج طلبتها دعماً لأقرانهم في المحافظات الثائرة في الوسط والجنوب على ما تظهر التسجيلات. ويرتبط زخم الاحتجاجات إلى حد بعيد بتعاظم الغضب الشعبي ضد قمع السلطات بعد ليلة دامية عاشتها محافظة كربلاء. هنا يؤكد المحتجون سقوط ما يربو على 1000 متظاهر بين قتيل وجريح برصاص عناصر الأمن، ويتحدثون شردة 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 عن عمليات دهس بعربات أمنية استهدفتهم، غير أن محافظ كربلاء أصر في اتصال مع الحرة على ما وصفه بتقارير مفبركة عن سقوط قتلى 80% من المصابين من قوات الأمنية الإصابات و20% من المتظاهرين. ويضيق اتساع رقعة الاحتجاجات الخناق على السلطة السياسية التي تحاول احتوائها من دون جدوى. فقد شهد البرلمان جلسة عاصفة صوت في إثرها لصالح استدعاء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي فورا لمساءلته. ويظهر الائتلاف الحاكم مؤشرات تصدع أكبر بسبب الضغوط الشعبية، فقد أعلن رجل الدين مقتدى الصدر الذي يتزعم أكبر كتلة في البرلمان سائرون انضمامه إلى متظاهري النجف، مصعداً ضغوطه على حكومة عبد المهدي ومطالباً بانتخابات مبكرة، مطلب رفضه عبد المهدي، وإن ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استقالة حكومته شريطة توافق كتلتي سائرون والفتح على حكومة جديدة، وهو ما أثار حفيظة نواب المحافظات السنية المحررة. الآن إلى كربلاء معنا السيد نصيف الخطابي محافظ كربلاء. سيادة المحافظ، أهلا بك معنا في الحرة الليلة، شكرا على قبول الدعوة. ما الذي جرى في كربلاء ليلة أمس؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. قبل ما أعطيك تصريح يعني أطلب جنابك أنه أنا في مؤتمر صحفي وأعطيتكم تصريح اليوم قبل ساعات كذلك، ووجدت مباشرة لا زال أكو هناك في الشريط الأخباري أنه هناك تقرير أممي يؤكد ضحايا في كربلاء المقدسة. أنا أطلب من الأمم المتحدة وأن تكون تقاريرها دقيقة وأن تبعث وعدها مبعوثين وأن تأتي لكربلاء المقدسة وترى بأم عينها أن الكلام الدقيق هل صدر منا أم من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية الأخرى. هذا واحد. طيب. كربلاء المقدسة تشهد تظاهرات حال باقي المدن، وإحنا بالنسبة لنا جئنا بانتخابات ونؤمن طيب. يعني فقط سيادة المحافظ أنا أشكرك جدا على هذا التوضيح، ولكن دعني أقف معك. يعني بهذه السرعة توصلتم إلى نتيجة إنه كل الفيديوهات اللي كانت من كربلاء هي فيديوهات مفبركة، وماذا عن أهالي الضحايا الذين خرجوا وقالوا إنه أطفالهم أو أبنائهم تعرضوا للقتل؟ ماذا عن النشطاء الذين خرجوا وقالوا كذلك إن هنالك ميليشيات قامت بقتل المتظاهرين؟ هل حققتم في هذا الأمر؟ طيب أخي العزيز، أولا أنا لم أترك الأرض وأسافر إلى دولة ثانية أو أجلس في مدينة أخرى، أنا بمدينتي،
أنا منتخب من هذه الناس. أنا ترى لعلمك أخواني وأولاد عمي وأقربائي وأبناء عشيرتي هم بالتظاهرات. أنا موجود بالمحافظة، أنا عبرك أقول لك الآن عز الشهيد رحمة الله عليه اللي الآن أنا أحقق لماذا وكيف سقط عليه إطلاق النار من أي جهة. الآن شهيد واحد أحقق به، وأنا قلت حتى بالمؤتمر الصحفي عندما تحدث قائد الشرطة وقال هذا خارج منطقة التظاهرات، أنا قلت أنا فاتح تحقيق ولو أنا أحقق بالموضوع. عدا هذه الحالة أعطني الضحايا تقول أطفال وضحايا أخرى وأرقام أخرى. عبرك وجه أي عائلة، خلت أنا موجود بالمحافظة، موجود عزيزي، أنا ابن الدار، أنا ابن الأرض، أنا اللي أعرف. أنت الآن في الاستوديو ماسك يحق لي، أنا قلت أنت تكذب، الآن أنت ما أمامك فلان. يعني أنا مرة أخرى فقط يعني لكي يكون السؤال واضح، هل حضرتكم كمحافظ لكربلاء ومحافظ منتخب وهذا يحترم وابن المنطقة قمتم بتحقيق أثبت أن الصور التي عرضت على وسائل الإعلام وكذلك عدد الضحايا الذي أعلن عنهم كل هذا الأمر كان مفبركا؟ يعني أعطني معلومة رسمية. صديقي العزيز، أخي العزيز، أخذها من أخوك المحافظ، وأنا أتشرف أن أكون خادم لكربلاء وأهلها. عدا حالة الشهيد الذي هو في منطقة فريحة والذي أنا فتحت تحقيق بأسباب هذا إطلاق النار اللي صار عليه من أي مكان ومن أي جهة ومن أي شخص، وستحاسب الجهة التي أطلقت النار من أي كان، سواء جهة عامة. لكن أنا أتحدث لك عن التقارير والفيديوهات التي قالت هناك ضحايا بأرقام وبأعداد لا يوجد هذه الأرقام لها أي أصل في كربلاء المقدسة. هذه عزيزي أنت، هذه الفيديوهات محقق تلقيها لمحافظات أخرى بتواريخ أخرى. لا دخل لك في ذلك. طيب واضح؟ حدثني عن المظاهرات الموجودة الآن، هل تعترف حضرتك أنه هنالك حراك جماهيري كبير موجود في كربلاء حاليا؟ وهل أنتم في المحافظة تقومون على حماية هؤلاء المتظاهرين؟ هذا طبعا هذا حراك موجود ومحترم. وأخي العزيز من قلت لك أنا وصلت إلى موقعي هذا بحراك ديمقراطي، وعلي أن أحترم الحراك الديمقراطي انتخابا أو تظاهرات. طيب يا سيادة المحافظ، الناس يقتلوا في الشوارع، يعني قتلوا في بغداد والآن يقتلون في كربلاء وقتلوا في البصرة، يعني أنتم انتخبكم الشعب لتقتلوه مثلا؟ يعني واعذرني على هذا الأمر، الشارع يقول ذلك. ولماذا تسألني بهذه الطريقة يا أخي؟ نحن لم نقتل الشعب، نحن الآن مصرون على حماية الناس. أنت لو وصلت إلى كربلاء وعرفت محافظ كربلاء يفتش القوات الأمنية سيارة حتى ما لا يوجد فيها عتاد خاص لما قلت هذا الحديث. هذه عبارتك خطأ وغير صحيحة. سيادة المحافظ، أنا أقول لك كلام الشارع فقط، يعني أتمنى أن يتسع صدرك لهذا الكلام. الشارع يقول ذلك، يعني تفضل بالرد عليهم. كلامك غير دقيق أخي، أنا موجود أحس القوات الأمنية على احترام الناس. والله العظيم القوات الأمنية عندما يضرب من قبل متظاهر أنا أقبل الجندي وأقول له اعفو عنا هذا أخوك. أنا موجود مع القوات الأمنية، أنا أفتش، عندي لجنة خاصة تفتش العجلات حتى لا يكون عتاد خاص بالعجلة. يا حبيبي، هو نحن لا نقتل شعبنا، هذا شعبنا، هذول أهلنا، منا على أبناء عمومتنا وأبنائنا وإخواننا وأقاربنا وعشائرنا. أنت تعرف بالعراق مدى الارتباط الاجتماعي الوثيق الموجود. يعني ولكن لا تنكر يعني أن متظاهرين قتلوا بالعشرات في العراق وفي مناطق أخرى في بغداد مثلا. نعم حبيبي، قلت لك سيادة المحافظ أن يعني بالضبط أسأله. أنا أعترف إليك أن هذا الحراك فيه حقوق كبيرة وهناك خللا وهناك يجب أن يكون إصلاح وهناك مظلومية لطبقات محرومة، ويجب علينا تبني هذه المطالب ويقوم هناك تصحيح واضح. يا حبيبي هذا أنا أعترف لك، أنا معك، أنا من الناس، أنا لم أأتي من برج عادي ولا يوجد لدي أكثر من جواز، أنا ابن مدينتي، أنا ابن بلدي، موجود في بلدي ولا أفارقه. يا حبيبي طيب. لا أنا أتحدث لك بالحقيقة. طيب
كيف ماذا سيادة المحافظ؟ أنا مقدر جدا لوقتك سيدي، ما الذي ستفعلونه لمطالب المتظاهرين الموجودين في الشارع في كربلاء تحديدا؟ أنت تتحدث عن كربلاء. تتعلق بالمحافظة، المطالب تتعلق بالمحافظة والحكومة المحلية على عيننا وعلى رأسنا ونفذها بكل أريحية. أما المطالب التي تتعلق بقضايا قد تكون لها قضايا أخرى تشريعية، فهذا طبعا تحتاج إذا جاءت أي إصلاحات، وقد وصلت حزمة إصلاحات من الحكومة الاتحادية، أنا مباشرة أسست لجان سريعة العمل خاصة في ميدان فرص العمل وفي ميدان مكافحة الفساد وفي ميادين أخرى. أشكرك جزيلا سيادة محافظ كربلاء نصيف الخطابي، كنت معي عبر الهاتف من كربلاء. لسنا ببعيد عن كربلاء، عبر الهاتف رئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني إيهاب الوزني. سيد إيهاب أهلا بك في الحرة الليلة، استمعت قبل قليل لما قالوا سيادة المحافظ عن أنه كل هذه الأخبار والفيديوهات التي تم تناقلها هي مفبركة ولم يسقط إلا قتيل واحد في كربلاء ليلة أمس. نعم، السلام عليكم، بداية تحية لك ولقناتكم الموقرة وتحية لجمهوركم الكريم. الحقيقة لم نتأكد من عدد الشهداء لأن هناك ربما أمور مخفية لا نعلمها لحد هذه اللحظة. كما تعلم أنت الحكومة اليوم لها صفوة كبيرة على بعض الأمور باعتبارها تمتلك السلاح وتمتلك القوة وتمتلك السلطة وبيدها كل شيء. فالحقيقة لم يتأكد الخبر ما بالنسبة للشهداء عددهم، ولكن بالنسبة لحالات القمع التي تعرض لها المتظاهرون والمحتجون هي موثقة وبالفيديوهات، وهذه الفيديوهات غير مفبركة وموجودة في مواقع التواصل وموجودة وعرضت حتى يعني على قنوات. إيهاب فقط يعني لنأخذ النقاط نقطة تلو الأخرى، هل الفيديوهات التي تم عرضها عن الذي جرى في كربلاء ليلة أمس هي فيديوهات مفبركة؟ لأن المحافظ يقول أن هذه الفيديوهات مفبركة وتم أخذها من مناطق أخرى في العراق، والرجل بنفسه كان موجودا في الشارع ولم يشاهد الذي شاهدناه في الفيديوهات. أولا سيد المحافظ لم يستطع أن يكون في الشارع اليوم، سيد المحافظ الآن مختفي، لا نعلم وإن كان ظهر على قناتكم ولكن لا نعلم أين هو الحقيقة، يختبئ في مكان ما أو كذا ولم يكن في المحافظة ربما. على أي حال، لماذا يختبئ المحافظ إيهاب؟ هل هنالك تهديد؟ هناك جماهير، الجماهير ناقمة وغاضبة، ونحن هذا الحراك ليس جديد. السيد المحافظ ليتني كان موجود وأتحدث معه اليوم. نحن قدمنا فيما مضى مطالب كثيرة وسلمناها بيد المحافظ عندما كان رئيس مجلس محافظة، والحقيقة لم تأتي الاستجابة أبدا. طالبنا بداية بمحاسبة ومحاكمة المجرمين الذين قتلوا، لأن هذه ليست المرة الأولى، الذين قمعوا الشعب لم يتخذ المحافظ أي إجراء. طالبنا بقانون من أين لك هذا يجب تطبيقه، لأن هناك إثراء عام على حساب المال العام، إثراء كبير على حساب الفقراء، على حساب المحرومين، على حساب المعوزين. طالبنا بحل مجالس المحافظات منذ زمن، وقلنا لهم يأتي يوما وينفجر الشارع، ولكنهم لم يستمعوا ولم يصغوا إلينا، يظنون أنه في كل مرة يعني لأنه لم يبقى لي كثير من الزمن. ما هي مطالب كربلاء اليوم؟ كذلك في النجف السيد مقتدى الصدر نزل إلى المحتجين وانضم للمتظاهرين في دقيقة أرجوك. نعم، دعني أجملها بدقيقة واحدة أعطني الوقت. طبعا المطالب ليست في كربلاء اليوم، المطالب مركزية، وأستطيع أن أؤكد لك بأنها متفق عليه في بنسبة أكثر من 90% بين الحراك الجماهيري. اليوم الجماهير ترفض هذا النظام، تطالب بنظام بديل، لا تريد إصلاحات ترقيعية كاذبة، وإنما طالبنا ومطالبنا مرفوعة، وهي حل الحكومة والبرلمان وتجميد العمل بالدستور العراقي وتشكيل. طيب ما هو صاحب أكبر كتلة سياسية في البلاد موجود الآن مع المتظاهرين في ساحة الاعتصام في النجف؟
نعم نعم انا 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 معك اليوم موجود، ولكن سيكون مع الجماهير، سيكون مع الجماهير. هذه دعني اجمل المطالب ايضا تجميد العمل بالدستور وتشكيل حكومه مؤقته تهيئ الانتخابات مبكره بقانون انتخابي عادل. هذه هي مطالبنا، لا نرفض هذا النظام اليوم، وقد قالها الشعب في كل مدن العراق. من الشعب؟ الاصلاحات الترقيعيه لا تخدمنا. طالبنا هذه المطالب الخدميه والغاء الرواتب والامتيازات منذ زمن، منذ عام 2013 قمنا بحمله الغاء تقاعد البرلمان، لكنهم التفوا على مطالبنا، ونعلم جيدا حالما تمكنوا سيرفضون هذه المطالب، وهي الى الان مجرد حبر على ورق لم تتخذ بها قرارات. فلذلك اليوم الشعب يطالب بتغيير هذا النظام وتغيير كتابة دستور جديد ولتأمين عملية سياسية جديدة. هذا هو ما يطالب به الشعب اليوم. طيب. سيدي المحترم، أنا أريد أن أختم معك عن المشهد الميداني في كربلاء. المحافظ يقول أنه الذي تأكد قتيل واحد سقط، ما هو الوضع الأمني؟ هل بالفعل هنالك خشية على المتظاهرين الموجودين في الشوارع؟ وهل بالفعل هنالك ميليشيات تقتل المتظاهرين باختصار؟ خشية. أنا قلت لك لا أعرف أنه عدد الشهداء اللي موجودين، ولكن أؤكد لك أننا قمعنا بالأمس أمام أنظار قائد العمليات وعلى بعد من قبل ميليشيات ولا من أجهزة أمنية معروفة لكم؟ من قبل أجهزة أمنية مشتركة وغيرها وناس مدثرين. قمعنا في تحت جنح الظلام، وللأسف الشديد لم يقف لنا المحافظ ولا غيره، واعتقل منا عدد غير قليل، وإن كانوا يخرجوا لكنهم أرعبوا وضربوا وانتشر صورهم أيضا على مواقع التواصل للأسف الشديد. للحديث بقية، أنا أشكرك جزيلا إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الحراك المدني في كربلاء. ونحن الآن ندخل في الساعة الثانية من الحرة الليلة ومستمرون في الحديث عن التطورات في العراق. الآن من أربيل السيد دلوفان براوري الصحفي والحقوقي. سيد براوري أهلا بك معنا في الحرة الليلة، ساعتها الثانية تبدأ بالتطورات في العراق، كيف تنظر إلى المشهد؟ أكثر من معطى هنالك الآن، الصدر مع المعتصمين في ساحات النجف، هنالك نوابه داخل البرلمان يطالبون بمثول عادل عبد المهدي والتقدم باستقالته والدعوة إلى انتخابات مبكرة بقانون انتخابات جديد كذلك، وهنالك قتلى يسقطون في الشوارع. تفضل. بداية مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدين قناتكم الكريمة. أود أن أبدأ كلامي بالدعاء بالسلام والطمأنينة لأرواح شباب قدموا حياتهم مقابل مطلب مشروع هو وطن حر يحميهم ويقدس حقوقهم. إن ما يحدث الآن في الشارع العراقي هو أمر ربما لم يتكرر في العراق عدد مرات، ولكن ما يحدث الآن هو شيء جديد خرج لأول مرة من هذا الجيل الجديد الذي خرج وكأنما لم نرى مثله من قبل. هذا الجيل الذي فاجأنا جميعاً، جيل لا يعرف كيف يتصرفون معه، لا السياسيين ولا حتى القادة ولا أي جهة أخرى، حتى المحللين لم يتمكنوا من معرفة كيف يعمل هذا الجيل الجديد. جيل يطلب أن يكون في وطن، مطلب بسيط، هذا هو المطلب، هذا المطلب البسيط الذي يعجز عنه هؤلاء الموجودين في السلطة الذين بدوا بفساد سيطر على كافة مفاصل الدولة حتى أوصلوا المواطن إلى حالة اليأس، وبالتالي خلقوا فجوات في المجتمع، خلقوا فجوات كبيرة داخل المجتمع من خلال فسادهم، فظهر هذا الجيل طيب. من الفجوة. يعني ما تقول مفهوم جدا، ولكن دعنا نتكلم عن ما يطالب به الشارع. سيدي، هل ما يطالب به الشارع في ظل الدستور العراقي أمر ممكن؟ في ظل التفاهمات السياسية، يعني العراق بلد يحكم بناء على طائفية توافقية ديمقراطية سميها ما شئت، ولكن الأمر معقد في العراق. نعم، عندما نتكلم عن الحل فعلينا أن ننظر إلى جانبين، من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية. من الناحية القانونية الأمر سهل جدا كما هو مكتوب بالدستور المادة 64، يمكن أن يقدم رئيس مجلس الوزراء طلب بحل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية، ويتم حل البرلمان وإعلان وتحويل الحكومة إلى تصريف أعمال، وبالتالي
إعلان انتخابات ومن ثم تشكيل الحكومة من جديد. هذا من الناحية القانونية، ولكن عندما نتكلم عن الواقع نحن نتكلم عن مجموعة من الكتل السياسية التي استعصت في السلطة واستأثرت بالسلطة منذ عام 2003 ولحد الآن. هذه الكتل السياسية كل منها له أجندته الخاصة وكل له مطالبه الخاصة، ويتم التوافق فيما بينهم. والأمر الذي يجب أن يلحظه كل مواطن عراقي إن الفاسدين فيما بينهم يتفقون حتى لو كانوا في قمة الاختلاف عندما يرون إن ملكهم زائل. لذلك نحن بحاجة اليوم إلى صيغة جديدة، صيغة تبعدنا عن محاولة الالتفاف التي يمكن أن يقوم بها بعض الكتل السياسية. نحن نحتاج إلى شيء أشبه بما قام به سوار الذهب في السودان، أو تشكيل حكومة مؤقتة من خارج يعني هذه النطاق. بالإشارة إلى أسوار الذهب في السودان، أنت تعرف أن الذي جرى وقتها كان أشبه بالانقلاب العسكري، لأن أسوار الذهب تولى الرئاسة في السودان لمدة عامين، وهو أتى بخلفية عسكرية. هل تطالب هنا الجيش بالتدخل وأخذ زمام المبادرة أبداً في العراق؟ أبدا، أنا لا أطالب الجيش بالتدخل ولا أطلب حكومة العسكر نهائيا، لأن التجارب الموجودة في المنطقة والشرق الأوسط من حكم العسكر هي تجارب تجعلنا نقبل الوضع الحالي على أن نقبل وضع العسكر. ولكن أنا أدعو إلى تجربة شيء مشابه، شخصية يكون محترمة من قبل المواطنين ومن قبل له مصداقية بين المواطنين، يتمكن من طرح مبادرة وطنية. لا يمكن أن نقول أن الأمر مستحيل، العراق ليس في كوكب آخر، فهو في كوكب الأرض، فالحلول ممكنة. لذلك أنا ما أفكر فيه وما أقوله هو مبادرة. طيب. مبادرة يتمكن من عندها مجموعة من الشخصيات من النخب الموجودة التي يثق بهم المواطنين، يقدموا فكرة أنه يمنعون الطبقات السياسية أو الكتل السياسية من الالتفاف حول الطرق القانونية. طيب، يعني هذا الأمر قد يكون نظريا ممكن، ولكن هذه الطبقة السياسية الموجودة حاليا في العراق لديها المال، لديها السلاح، لديها حلفاء إقليميين، نتحدث عن إيران تحديدا، ولديها أيضا رجال، ولديها يعني أتباع. وحتى الآن أنت تتابع تصريحات قادة الحشد الشعبي تحديدا الذين هم ربما امتدادات لأحلاف سياسية، يتحدثون عن أن الذي يجري في الشارع هو مؤامرة ضدهم. هل سيسكتون؟ هل سيصمتون أكثر يعني مع هذا العدد الكبير للقتلى؟ سيدي، ساحة التحرير في بغداد أسقطت كل من يدعي أن له القوة في الشارع. الشباب الذين فتحوا صدورهم أمام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع أسقطوا كل المخاوف، لم يبقى خوف في الشارع العراقي. يوم أمس عندما أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قرار بحظر التجوال، خرجت كل العوائل العراقية إلى الشارع وأصبحت المظاهرة مليونية في ساحة التحرير. الشعب العراقي من خلال هذه المظاهرة التي تحدث الآن يعيش حياة جديدة. الوعي خرج إلى الشارع. طيب. التماسك ظهر بين الجماهير. ما أقوله بصدق. طيب. إنما يحدث الآن في ساحة التحرير هناك دروس يجب أن يتعلم منها السياسيين. طيب، دعنا نتكلم في دقيقة أخيرة سياسة. الآن السيد مقتدى الصدر يطالب هادي العامري بالقدوم إلى البرلمان وسحب الثقة عن الحكومة. كتلة هادي العامري هي ثاني أكبر كتلة في البرلمان، صححني إن كنت مخطئا. وأيضا هو يطالب عادل عبد المهدي بالمثول أمام البرلمان، التقدم بالاستقالة، الدعوة إلى انتخابات مبكرة. هل هذا ممكن؟ سيدي، هو هذا ممكن من الناحية القانونية إذا ما اتفقت الكتلتين. كما اتفقوا على تنصيبه فممكن أن يتفقوا على سحب الثقة منه. ولكن هل يعتقد القادة السياسيين سواء السيد مقتدى الصدر أو السيد هادي العامري بأن ذلك سيرضي الشارع؟ الشعب يقول كلمته بصراحة، ارحلوا، لا نريدكم، ارحلوا، نريد وطن خالي منكم. سيدي، إنما يطرحه الصدر يرفع ذات الشعارات يعني فقط لنفهم المشهد السياسي، إنه صاحب أكبر كتلة في البرلمان يرفع ذات الشعارات اللي موجودة في الشارع.
هو يقول ارحل لعادل عبد المهدي، نحن نقول ارحلوا لكافة الطبقة السياسية الموجودة حاليا. الفرق واضح، إذا ما اتفق السيد هادي العامري والسيد مقتدى الصدر على تشكيل حكومة، إذا فهو ذات الأمر الذي حدث بعد الانتخابات، وعلى أساسها تم تنصيب عادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء. فكرة الشعب واضحة جدا، لا لكم، لا نريد هذه الطبقة السياسية التي تحكم العراق أكثر من 14 عام. نحتاج إلى إعادة بناء للعراق. للحديث بقية السيد لوفان براوري الصحفي والحقوقي، كنت ضيفي من أربيل.